موت رضيع إفريقي يثير قلق السلطات في مدينة غريان وتحريات تكشف عن الجاني. إليكم التفاصيل. في 22 من مايو الماضي وصل طفل حديث الولادة إلى المستشفى التعليمي بمدينة غريان ليلقى حتفه هناك تحت ظروف غامضة. وبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية أمن شرق الجبل، فإن الوفاة نتجت عن كسور في عظام الجمجمة ونزيف دماغي حاد. التحقيقات كشفت أن الوفاة كانت نتيجة لعملية توليد أجرتها امرأة إفريقية في منزلها، وقد تم ضبطها وفي حوزتها معدات طبية تستخدم في إجراء عمليات جراحية خارج المشافي. المديرية أوضحت أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل نتجت عن تدخل عمليات غير شرعية أجرتها هذه المرأة في منزلها، الأمر الذي يثير مخاوف من وجود شبكة إجرامية متخصصة في إجراء عمليات جراحية غير شرعية خارج المراكز الطبية المعتمدة، ما يتطلب تكثيف الجهود لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.